السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبتحديث جديد للعبه درايف زون اونلاين، افضل لعبه سيارات عالم مفتوح اونلاين واوفلاين، بديله للعبه كار باركينج ملتو بلاير والكار اكس ستريت. سابقا يا جماعه الخير شرحت لكم هذا الشيء وورجيتكم انه في شغلات افضل من لعبه الكار باركينج ملتو بلاير والكار اكس ستريت، فلذلك يا جماعه اللي ما شاف المقطع السابق روحوا شوفوه في الاشعارات او في نهايه هذا المقطع. واليوم يا جماعه الخير تحديثنا نزل يمكن امبارحه او اول امبارحه، فحبيت اشرح لكم اياه اليوم ونجربه ونشوف شو وضعه. فلذلك يا جماعة الخير مثل ما شايفين قدامكم تحديثنا رقمه 0.6.1. التحديث يا جماعة الخير فيه أشياء جديدة ما كانت يمكن موجودة في اللعبة سابقا، فإن شاء الله تعجبكم. في عنا أول شيء يا جماعة مثل ما شايفين قدامكم ضافونا سيارة بورش جديدة، سيارة البورش هي القديمة يعني كلاسيك، بس ما بعرف هل يا ترى يعني مطلوبة هالسيارة هي كتير لحتى ضافونها على اللعبة ولا لا. طبعا أنا بحكونا على السيارة أنه سيارة كلاسيكية حلوة لا بأس فيها ومدري شو كذا وكذا، فراح يمكن على ما أظن لازم تشحن في اللعبة لحتى تقدر تشتري لهالسيارة على ما أظن. في عنا إضافة ما كانت موجودة في اللعبة سابقا واللي هي نظام الأصدقاء. سابقا يمكن ما لاحظت أنه في هالميزة موجودة أو شيء بقسم الأونلاين. طبعا هلا حاليا يا جماعة الخير صار بإمكانك تضيف صديقك في اللعبة وتشوف إذا كان هو أونلاين ولا أوفلاين، وتشوف العتاد تبعه وتشوف الحالة تبعته وهالشغلات هاي. فصار بإمكانك تستخدم هاي الميزة عن طريق الموبايل الموجود في اللعبة في داخل الأونلاين أو عن طريق القائمة الرئيسية الموجودة في اللعبة. فلذلك يا جماعة الإضافة هاي كتير حلوة، في كتير ناس كانوا عم ينتظروا هاي الميزة وأخيرا نزلت وصار بإمكانكم تجربوها. طبعا بالنسبة لموضوع الإضافة الثالثة واللي هي طبعا ضافونا أكثر من تعديل على سيارة المرسيدس الجي تي، مثل ما شايفين قدامكم هي السيارة. فالإضافات هن أكثر من 20 عنصر ضبط للسيارة، يمكن تعديلات يمكن اكسسوارات وهيك شغلات ويمكن لباقي السيارات الثانية على ما أظن. فهي الإضافة. في عنا كمان يا جماعة إضافة البعدة واللي هي إضافة ملابس جديدة للشخصيات، ملابس سباق وما سباق والأشياء هاي، إن شاء الله يعجبوكم. وأخيرا تعديل على فيزيائية السيارات الموجودة في اللعبة بشكل كامل، فإن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله يعجبكم التحديث. هلا يا جماعة رح ندخل على اللعبة ونشوف وضع اللعبة بعد التحديث إذا كان صارت فيها مشاكل ولا لا. وقبل لا انسى يا جماعة الخير بحب ابارك لكم وابارك لنفسي على توثيق القناة. طبعا يا جماعة اليوتيوب وثق لنا القناة وصار يظهر جنب اسمي احمد اس جي ام اشارة النجمة او اشارة الدائرة تبعت التوثيق. طبعا هذا الشيء يا جماعة الخير صار كله بفضل رب العالمين وبفضلكم، يعني بديتوا معي من البداية لحد الان، وتحياتي لكم ان شاء الله مداومين حتى المليون وحتى الله العليم لأيمات. فبس من وصل الدرع اليوتيوب درع 100,000 ان شاء الله رح اظهر لكم اياه وورجيكم اياه واشكركم كمان اكثر واكثر. تحياتي لكم والله يا جماعة بترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. ومثل ما شايفين يا جماعة حاليا نحن في القائمة الرئيسية تبع اللعبة، رح ندخل على الانفنتوري نشوف شو وضع الوضع عنا. طبعا عندي هدول السيارتين فقط مع الأسف ما عندي غيرهم حاليا. عم بيعطونا اشعار انه هي السيارة يمكن فيها تعديلات ولا شو الترتيب على ما اظن. ها بيقول لي انه لازم تعدلها على ما اظن، فما رح نعدلها لاني ما مستاهلة صراحة. رح ندخل على هذا القسم كونتينر شو وضع الكونتينر. في عنا هون اكثر من شغله ما بعرف شو هن، تعالوا نشوف يمكن هدول رح نفتح باكيجات يمكن على ما اظن. حلو ربحنا هي السياره شايفين. عبي اللي بدك تبيعها ولا بدك تعيفها؟ لا منعيفها معلم، 7000 نقطه ما هي مستاهله. في عنا هون كونتينر برونزيه ولا شو الترتيب ما بعرف، تعالوا نشوف يا ترى شو اعطونا. 10000 بس، ما 10000 معلم والله كتير قليل. طيب الكونتينر الذهبي هذا على ما اظن، تعال نشوف شو وضعه. يا رب تطلع نسيسي 10000 بس، الله يكسر ايديكم. طيب في عنا هون بطاقات، شو هن البطاقات ما بعرف، تعال نشوف البطاقات هدول شو بنقدر نعملهم. ها هدول اذا كان بدك تشحن او بدك تشتري السيارات هدول. طبعا مثل ما شايفين السيارة الجديدة اللي ضافوناها على اللعبة هي هي الموجودة على الطرف اليمين من تحت، فما بعرف يمكن لازم تشحن لحتى تشتريها على ما اظن. فمثل ما شايفين هدول الاشياء ما بعرف كيف رح نستخدمه صراحه. خلونا نحط رجوع. في عنا قسم الملابس، ما شفنا الملابس، تعالوا نشوف الملابس وين الملابس، هل في شيء ملابس جديده حلوه ولا لا، لاني بين انه في شيء جديد ضافوا لنا اياه. طيب شو الملابس الجديده اللي ضافوها؟ انا صراحه ما عرفتهم. مشكلة اللعبة انه بدك تجمع فيها فلوس بشكل صعب جدا لحتى تقدر تعمل شيء جديد في القائمة عندك، فعلى هو يزبطوا هالوضع هذا يعني يصير الوضع اسهل من هيك
انه تقدر تعمل تساوي شيء كذا. فرح ندخل هون، في عنا هون مهمة ختمناها على ما أظن مثل ما شايفين. حلو، شو هدول بطاقات وما بطاقات ومدري ايش. طيب خلونا ندخل على قسم البلاي على الاونلاين، نشوف شو وضع الاونلاين، هل بنقدر نضيف الاصدقاء بطريقة سهلة ولا لا. حلو، مثل ما شايفين قدامكم يا جماعة الخير، دخلنا على اللعبة بهذا الشكل. طبعا في عنا قسم الموبايل اللي شايفينه في الأعلى، بس بنضغط عليه بالشكل. في عنا هون أكثر من شغلة، طبعا أيقونات وكذا شرحنا عليهم سابقا على ما أظن. بس في عنا قسم الأصدقاء هذا الموجود في الأسفل، يمكن هذا ما كان موجود سابقا أو ما كنت منتبه له، بس على ما أظن مثل ما قالوا هن إنه ضافوا قسم لإضافة الصديق، معناتها هذا هو. فرح نضغط عليه بالشكل. هون يا جماعة بإمكانك تبحث عن صديقك، يمكن عن خلال الاي دي تبعه او هيك شيء على ما اظن. بتكتب هون الاي دي تبعه وبتلاقيه في مثل ما شايفين هون، بيصنفوا لك الناس اللي فاتحين والما فاتحين يمكن والهيك والاصدقاء وكذا. فحاليا ما عندي ولا صديق. بتقدر تضيف 50 صديق فقط، معقول؟ ما بعرف، يعني اكثر من 50 صديق ما بتقدر تضيف مثلا على اللعبه، يمكن شغله غريبه شوي. طيب ما بيأثر، خلونا ناخذ جوله سريعه نشوف شو وضع اللعبه. تفرج يا حبيبي تفرج، عن جد اللعبة كتير كتير سلسة وكتير حلوة، وعن جد أنا كتير عجبتني. معلم شو هالدخلة اللي دخلناها؟ يا عفو الله، وين دخلنا نحن؟ جار جار، أوف، منيح منيح ما تفجرت السيارة، دخلنا دخلة صواب معلم. طيب هون في عنا سباقات وما سباقات، نحن في الأونلاين يا جماعة الخير طبعا. شو هذا الزر هون حاطينها في الأعلى؟ ها في عنا الجيب، تعالوا نجرب الجيب، شوف شو وضع الجيب. ها عمل لها درايف لنشوف شو شو ها سوزوكي، هي بيقولوا لها سوزوكي ولا جيب ولا شو. طيب تعال نشوف الشكل الداخلي تبع السيارة، هل يا ترى شكل حلو ولا لا. لحظة لنشوف. لا لا حبيبي لا. ها اوه والله تصميم حلو يا جماعة، تفرجوا التصميم، بالله عليكم ما بيحط الكار باركينج بجيبه، بجيبه الصغير عن جد. شايفين التصميم الداخلي؟ صراحة فيها ميزات كتير كتير بتغطي على الكار باركينج أو على الكار اكسسوارات، بما إنه مثل ما قلنا لكم في فيديو سابق إنه الكار باركينج ما فيها الأشياء، يعني سلاسة القيادة في السيارات وهيك ما هي موجودة صراحة. بالنسبة للكار اكسسوارات يعني فيها لاج وتغطية وفيها مشاكل لا تعد ولا تحصى. فبالنسبة لهي اللعبة أنصحكم تجربوها، بس مع الأسف لحد الآن ما بتنزل على الآيفون، ممكن تنزل الأيام القادمة. بس شوفوا شوفوا السلاسة في اللعبة، شايفين فخامة. أوبا وين رحنا؟ يا عفو الله كسرنا السيارة من شوي، لسه أعطونا إياها هدية. شو هذا زر القيادة؟ ها هدول المهمات مظبوط. فبهذا الشكل يا جماعة الخير هذا هو تحديثنا اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. تقولوا رأيكم في التعليقات، حبيتوا اللعبة ولا لا؟ وطبعا شو بتحبوا ينضاف على اللعبة؟ أنا صراحة يعني ما صار لي زمان منزل اللعبة وبجربها وكذا، فما بعرف في أشياء كثيرة يمكن تكون موجودة ما جربناهم أو كذا. اكتبولي في التعليقات إن شاء الله بنجربهم بالأيام القادمة. تحياتي لكم، ولا تنسوا تسلموا الصلاة على النبي، ولا تنسوا تسلموا لايك واشتركوا في فيزا تصحصحكم كل جديد، وبترككم بأمان الله وسلام.